يفرض موسم الأمطار المبكر والمبشر الحمد لله بتفعيل خطة عمل لمواجهة الأمراض ذات الصلة بموسم الخريف، سواء الأمراض ذات المصدر الإنساني أو ذات المنشأ الحيواني والمنتقلة للإنسان. وهي مناسبة لأطلب من الولاد وهم ممثلو جميع القطاعات والوزراء بولاياتهم، أطلب منهم تفعيل خطة استعداد للمخاطر الصحية المحتملة، وخصوصا على الاجتماع مرتين في الأسبوع على الأقل للجنة الجهوية المكلفة بمكافحة الأمراض والأوبئة، بضية مزيد مراقبة واستشراف الوضع الصحي على المستوى المركزي. وعلى المستوى المركزي تم إعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع القطاعات المكلفة بالتنمية الحيوانية والبيئة، وضمن منظومة صحة واحدة وانهل تمت مشاركتها مع جميع الولاية عبر تعميم خاص. وهي مناسبة لأطلب من المواطنين جميع المواطنين على عموم التراب الوطني مزيد اليقظة الصحية خلال موسم الأمطار هذا، والالتزام باحتياطات الوقاية عبر استخدام الناموسيات المشبعة بالمناطق الموبوءة والعلاج المبكر لكل أمراض الحمى والإبلاغ عن كل اشتباه في حالات مرضية بالحيوانات قد تتسبب أمراض منتقلة للإنسان.